يشكل المسلمون نحو 90% من سكان قرغيزيا، بلغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة. وعلى الرغم من بناء عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية في السنوات الأخيرة، إلا أن آلاف القرغيزيين المسلمين ارتدوا عن الإسلام إلى المسيحية أو إلى ديانات أخرى، وذلك حسب ما يشير تقرير حكومي صدر. أهلا بكم من جديد. غزو، إذن غزو تبشيري غير مسبوق، هكذا تصف بعض التقارير ظاهرة تحول أعداد من مسلمي دول شمال أفريقيا إلى النصرانية، بتأثير من جهود مباشرين أثارت أساليبهم في استقطاب أتباعهم الجدد جدلا واسعا، بين من يعتبرها دعوة سلمية للمعتقد ومن يراها اصطيادا في أوضاع عاكرة تسود تلك الدول. هل تحس بالوحدة؟ هل تعيش فراغا قاتلا في حياتك؟ هل تبحث عن تغيير جذري يمنحك حياة جديدة؟ نحن نعتني بك شخصيا، نهتم بمشاكلك ونسعى لمساعدتك. أنت شخص مهم جدا عندنا، ويعنينا أن تعرف الحقيقة. عزيزي المشاهد، أرجو أن تستخدم عقلك للفهم والتمييز وتطلب إرشاد الرب لك. ربما كانت مثل هذه الكلمات قد تناهت إلى سمعك من إحدى المحطات الإذاعية، أو لعلها وصلتك تصحبها صور مؤثرة، بل لعل أحدهم وجه إليك هذه الأسئلة مباشرة ثم أعطاك نسخة من الإنجيل قائلا: اقرأه ففيه كل الأجوبة التي تبحث عنها. مشهد افتراضي لحركة تبشيرية يقال إن نشاطها يتصاعد في عدد من الأقطار العربية، لعل أكثرها إثارة للجدل تلك الجارية في شمال أفريقيا. تونسيون وجزائريون ومغاربة تتضارب المعطيات حول عددهم الحقيقي وحول الدوافع التي أقنعتهم بتغيير الوجهة من المسجد إلى الكنيسة. عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك. بالاستناد إلى تقارير رسمية وإعلامية، يقول هذا التحقيق إن آلاف الجزائريين تحولوا إلى المسيحية، أرقام ونسب مئوية لكل محافظة. أعقبت الأحكام بسجن 4 أشخاص لفترات تتراوح بين 2 إلى 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، كما برأت 2. وكانت المحكمة الجزائرية قد أرجأت الحكم في قضية سيدة تواجه التهمة ذاتها لاستكمال التحقيق في الواقع المنسوبة إليها، وذلك استنادا إلى تقرير مصالح الأمن الذي يقول إن التهمة ضبطت أو المتهمة ضبطت وبحوزتها منشورات محظورة على علاقة بالتبشير. أفاد مراسل بي بي سي بأن 2 قتلا وجرح عدد آخر إثر انفجار لغم أرضي. مصعب حسن يوسف ابن الشيخ حسن يوسف أحد قادة حركة حماس، لماذا ترك الإسلام؟ أولا بعرف عن نفسي، أنا اسمي مصعب حسن يوسف، الابن الأكبر للشيخ حسن يوسف. ولدت في قرية بير زيت بالقرب من رام الله في الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقرأت الإنجيل وحبيت الإنجيل، حبيت المسيح حقيقة. أنا قبلت المسيح مخلصا شخصيا، ولكن الموضوع بالنسبة للمسلم قبول المسيح كدخول الفيل في ثقب الإبرة. أتحدى أي إنسان مسلم أن يقرأ الإنجيل الآن وسيحب شخصية المسيح كشخصية. والآن عندما يقول المسيح أنا في الآب والآب فيه، بما معنى آخر أنا والآب واحد، إله واحد، الإله الذي ظهر في الجسد. هل الآن كيف هذا بتركب على عقل الإنسان المسلم مع كل التشويه الموجود في القرآن؟ كيف يستطيع المسلم أن يفهم؟ فكانت عقبة كؤود بالنسبة إلي، عقبة كؤود لم تكن بالسهلة. والآن هذا تطلب مني بحث سنوات. بدأت في البحث عن كل خطأ تاريخي موجود في الكتاب المقدس، لم أجد. بدأت بالبحث عن أخطاء، يعني ما بذلت كل ما بوسعي، حتى لأنه إيش صار عندي الآن موضوع صراع داخلي. أنا الآن أخوض صراع عاطفي، أحب عائلتي، لا أريد أن أنسلخ عن عائلتي وأريد أن أكون بينهم.
أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. موضوعنا لهذه الليلة سيكون حول التنصير في القارة السوداء في إفريقيا. فبعد أن كان الإسلام دين الغالبية والغالبية العظمى في تلك القارة، أصبح الآن لا يزيد عدد المسلمين فيها عن الثلث. هذا طبعا وضعين في الاعتبار أن جزءا كبيرا منهم هم من العرب المسلمين. بلا شك كان لحملات التبشير والتنصير دور كبير في هذه النقلة النوعية في الوضع الديموغرافي للمسلمين في القارة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير والتنصير في إفريقيا، وإن كان تركيزه على التنصير في المقام الأول، الشيخ أحمد القطعاني، مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا، وهو معهد متخصص في تخريج الأئمة والدعاة. شيخ أحمد، أهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. هذه الكلمة أقل بكثير مما يجب، وكما قلنا في أول كلام، من حق كل أحد أن يدعو لدينه، وهو ما يسمى التبشير. أما التنصير فليس من حق أحد أن يخرج المسلمين عن دينهم. وحضرتك تطلب الشواهد، والشواهد تخرج عن الحصر. الإسلام كان يشكل كما أسلفتم دين أفريقيا الأساسي، وهناك 30 لغة إفريقية كانت تكتب بالخط العربي. انخفض عدد المسلمين في أفريقيا إلى 316 مليون. 316 مليون هذه نصفها من العرب الشمال الأفريقي. إذن أفريقيا التي نتحدث عنها وهي غير العربية، عدد المسلمين فيها الآن لا يتجاوز 150 مليون نسمة. وإذا ما علمنا أن تعداد أفريقيا مليار نسمة، رأينا أنها نسبة أقل بكثير بكثير عما كانت عليه في أوائل هذا القرن. بالمقابل ارتفع عدد الكاثوليك من 1 مليون في عام 1902 إلى 329 مليون و882 ألف. ولنقرب الرقم سنقول 330 مليون نسمة في عام 2000 الآن. أما كيف حدث ذلك، ففي أفريقيا الآن 1.5 مليون كنيسة. عدد أعضاء هذه الكنائس 46 مليون نسمة. في كل ساعة يتحول إلى النصرانية 667 مسلم. في كل يوم 16 ألف. في كل عام 6 مليون. هذه الأعداد الضخمة الكبيرة جدا. بس اسمح لي للإيضاح، يعني نعم. الذين 6 مليون يتحولون من الإسلام إلى النصرانية ولا من الأديان، من الإسلام والأديان الأخرى؟ عظيم عظيم. الأديان الأخرى ليست موضوعة على لائحة التنصير، وإنما موضوعة على لائحة التبشير. والأديان الأخرى في أفريقيا هي الوثنية. لا يوجد في أفريقيا إلا الإسلام أو المسيحية أو الوثنية. لا يوجد كما يوجد في آسيا مثلا البوذية زرتشتية، لا يوجد في أفريقيا هذه الثلاث. وإذا ما تحدثنا عن التنصير فلا وجود لأي دين آخر سماوي إلا الإسلام. أما الأخرى فهي وثنية، يعبدون الحيوانات والكواكب وما شابه. إذا 6 مليون مسلم في العالم.